الناس في بيتكم. أنا عبد الله النافع من قبيلة حق التي تنتمي إلى خلاف تحت القبائل الشهيرة، ولذلك أنا الآن أعود إلى أصلي وجذوري في اليمن. هذه واحدة. أن أول معلم تعلمت على يدي هو شيخ يمني، فعندما بلغت الرابعة من عمري كان والدي جنديا في المسجد النبوي الشريف، وكان المسجد في ذلك الحين تحيط به كتاتيب التي كانت هي السائدة في التعليم في ذلك الوقت. وأدخلني والدي في مكتب في الكتاب، ليس مكتب كتاب، كان المعلم فيه شيخ مقبول من اليمن اسمه الشيخ سيف، وبقيت في ذلك الكتاب لمدة عامين، وحفظت فيه 7 أجزاء من كتاب الله القرآن الكريم، وتعلمت القراءة والكتابة في ذلك الكتاب، ولذلك فأنا مدين لليمن. الموضوع الذي سأعرضه عليكم هو التكوين المهني، برنامج التكوين المهني للمعلم الذي شرف وكلف مكتب التربية العربي لدول الخليج مكتب النافع للبحوث والاستشارات التعليمية لتنفيذه. أولا أنا بدأت حياتي معلما، ثم بعد ذلك كبر 2 من أبنائي وصاروا معلمين، وكنت أبحث في دروسي التي يلقونها فوجدتها في تنظيمها لم تختلف عن الدروس التي كنت أعدها كمعلم، وكنت أبحث أيضا في التقرير المشرفين، لأن عملت معلم ومشرف وجدتها لم تختلف كثيرا عن ذلك. دليل على أن التطوير المهني للمعلم لم يكن حقيقة موجودا بالشكل الذي يسمح بالتطوير والتجديد في مهنة التعليم، ولذلك فهذا البرنامج الذي سعر مكتب التربية العربي به بأهميته وكلفنا بتنفيذه يتحدث عن التطوير والتمهين لمهنة المعلم. نحن نعرف أن كل المهن الأخرى لها تطور ولها تقدم، أما المعلم فمنذ أن يعين معلما إلى أن يقضي الله ما يشاء فيه سواء بالتقاعد أو بالوفاة فهو معلم لا يتغير اسمه ولا تتدرج مراتبه. فمثلا الضابط يبدأ ملازم أول ثم يتدرج إلى أن يكون فريق أول أو مشير في الشيء. الطبيب نفس الشيء تدرج من طبيب امتياز إلى آخره. المهندس نفس الشيء. ما عدا المعلم المسكين فهو يظل معلما. هذا البرنامج يسعى إلى تكوين تدرج في مهنة المعلم وفي تطوير وفي أيضا تحفيز وعمل دافع له لكي يكون دائما ينظر إلى الأعلى. لا شك أن كلمة معلم كلمة لها شرف كبير، ولكنها إذا وضع لها نظام لتنظيمها وترتيبها ومهنيتها وشروط ذلك ومميزات ذلك سوف تكون ترقى بمهنة المعلم وتجعل حافزا قويا
لتجديد معنوياته ولتجديد روحه ولتجديد معرفته ومهاراته. طبعا البحث موجود في الخارج وارجو ان كل واحد ياخذ نسخه منه ويتكون من اربعه اجزاء: الجزء النظري وخبرات الدول الاخرى والدراسه المسيحيه لواقع التمهيد مهنه المعلم في دول الخليج وشروط والنموذج نفسه والتراخيص وشروط التراخيص وتقويم التراخيص وكل لن أدخل في الجانب التنظيمي والجزء الأول ولكن سأعرض عليكم النموذج بكامل التفاصيل. طبعا قرارات المجلس الأعلى لدول الخليج تؤكد على اعتبار ضرورة التعليم مهنة كغيرها من المهن، كما ذكرت تتطلب الاحتراف ووجود المعايير والشروط اللازمة لممارستها والاستمرار فيها وتكوين الكفايات الأساسية والضوابط المناسبة لسلوكياتها وأخلاقياتها. هذا التوجيه من المجلس الأعلى تنفيذ لهذا التوجيه قرر المجلس الوزاري إعداد دراسة للتكوين المهني واقتراح نموذج للتطوير المهني يتضمن أهداف هذا النموذج: تعميق مفهوم المهنة في أداء المعلمين الدول الأعضاء بمكتب التربية العربية لزور غزة. الحقيقة أني عاصر نتكلم عن تجربة المملكة العربية السعودية الذي يعايش المعلمين ويتحدث إليهم يجد عندهم حقيقة نوع من الهوف الهوة وبين وزارة التربية والتعليم وبين الواقع التعليمي. المعلم محبط، المعلم لا يشعر بالانتماء، لا يشعر بالتقدير المعنوي فضلا عن التقدير المادي، لا يشعر بأنه جزء أساسي مكون للقرارات ويشرك في المشاريع وفي التطوير. هو المنفذ، تأتي إليه تعاميم من الوزارة تفرق، بينما هو لم وحيدا بعض الدراسات وجدنا فعلا هو في بين طموحات الوزارة ومشاريعها ومحاولاتها للتطوير وبين فهم المعلم لذلك وتدريبه عليه وجعله شريكا في صنع هذا التطوير الذي يسير. أيضا تطوير مواصفات ومعايير إعداد المعلم وتأهيله. كما نعلم المعلم طبعا يتكون سيرته من جانبين: جانب التأهيل الأولي الذي يتم قبل التعليم، والجزء الثاني التطوير المهني الذي يتم بعد التعليم. وللأسف أن التطوير المهني للمعلم غير منظم بطريقة تطورية بطريقة منتظمة وكما سنرى. التعرف على واقع التكوين المهني للمعلم، طبعا هذا لا نطول فيه كثير، تم بدراسة مسيحية للجامعات وكليات المعلمين ومعاهد إعداد المعلمين التي تؤهل المعلم قبل الخدمة. نظم التحاق المعلم بالمهنة واقتراح التراخيص لمزاولة المهنة.
التعرف على خبرات التجارة المتميزة في مجال تكوين المعامل والتراخيص. ودرسنا العديد من الحريق التراخيص في العديد من الدول: أمريكا، بريطانيا، أستراليا، الأردن، اليابان، العديد من الدول التي هي لديها تمهيد وبناء على ذلك بنينا نموذج استثمر الواقع ومستثمر أيضا الخبرات الأخرى. مكونات النموذج: أولا طبعا بدأنا بعملية تأهيل المعلم قبل الخدمة بحيث اختيار الطالب لخمسة ثانوية ويرقى في الالتحاق بكلية التربية وكلية المعلمين، معايير اختيار الطالب اللي هو هيصبح معلم، معايير القبول بمؤسسات إعداد المعلم ومو المعلمين المهني، نظام الترخيص، نظم تجديد التراخيص، الاختبارات والمعايير والمؤشرات التي تتعلق بالأمور المهنية لشافة الوظائف التعليمية. كما تعرف أيضا الخبرات والتجارب العالمية كما ذكرت. مخرجات النموذج يعني ماذا اللي خرجت به الدراسة أسوأ التكوين من المهني المعلم في الدول الأعضاء. طبعا هذا الوصف يتفاوت من دولة إلى أخرى، لكن حقيقة وجدنا أن الحاجة الشديدة تفرض وجود نظام نموذج للتأهيل والتطوير المهني للمعلم، نموذج تراخيص مهنة المعلم اللي هعرض عليكم تفاصيلها، نظام هيئة منع التراخيص المزاولة من التعلم، لابد طبعا ان تكون هناك إدارة او هيئة مستقلة تكون لها هي التي تطور النظم والإجراءات والتراخيص والاختبارات. وطبعا ربما يختلف من دولة إلى دولة، ممكن يكون في هيئة مؤسسة مستقلة بهيئة الإدارة. نماذج التكوين المهني المعلم هذه موجودة بكامل التفاصيل لها. نموذج تكوين برامج التكوين المهني المعلم، بعدين معايير التكوين المهني، المعايير التي طبعا أعددنا نموذج يعتمد على المعايير العالمية لمجال المعلم والتحاق بمهنة التعليم والتنمية المهنية للمعلم، يشمل معايير الإعداد في مؤسسات في كليات التربية وكليات المعلمين، معايير ونظم الالتحاق بمهنة التعليم، معايير مزاولة مهنة التعليم، معايير التنمية المهنية المستديمة للمعلم، وتضم البرامج التدريب والاحتياجات التدريبية والتعليم المستمر لمعايير الإشراف والتوجيه المهني. طبعا تم تحكيم النموذج التدريبي. نعم. أعرض نموذج لمنح التراخيص لمزاولة مهنة المعلم. طبعا النموذج يتضمن أساسيا من تراخيص، هذه التراخيص متدرجة ومستمرة ومتراخيص رسمية تعطي الحق المعلم أن يأخذ هذه الرخصة، وبناء عليها يكون له زيادة في المرتب، تقدير معنوي ومسمى يعني متدرج، يعني يبدأ من المعلم المؤسس، معلم متمرن، معلم أول، معلم، يعني في مسميات، بحيث كما ذكرت يشعر المعلم أنه ليس
اللقب الذي يحصل عليه فيه نوع من التدرج وليس لقب ثابت واحد لا يتغير الى ان هو يتغير. طبعا الموجب ان يكون له نهايه ونعم المسؤولين والراي العام بحيث يمكن شرح مزاياه وشرح الفوائد منه بحيث يتم الاقتناع فيه وقبوله. انواع التراخيص وشروطها، اولا في الرخصه المؤقته، وبعدين الرخصه المهنيه، الرخصه الدائمه المهنيه. وانواع التراخيص حسب المراحل التعليميه، وانواع موازيه للتراخيص زي التعليم الخاص، زي التعليم المهني، زي ليس رخصه واحده فقط التراخيص متخصصه حسب نوع التعليم وحسب المرحله التي يعلم فيها المعلم. الرخصه المؤقته تمنح الرخصه المؤقته للمعلمين حديث التخرج الراغبين في الالتحاق بمهنه التعليم وفي شروط معينه ومده محدده. صلاحيه الرخصه التعليم تكون المعلم المؤقت الرخصه المؤقته الرخصه المؤقته يعني هذا اقتراحات طبعا ليست فيها القول الحصر مدتها سنتين يكون المعلم تحت التجربه تحت الملاحظه وتحت العنايه المركزه حول ثم بعد ذلك ياتي ياخذ الرخصه المهنيه الدائمه. الاقتراح المهم التقييس المهني طبعا لن يكون المعلم ثابت فيه، ممكن ان يتدرج في المرحله الابتدائيه ثم في المرحله المتوسطه ثم في المرحله الثانويه، لكنه اذا كان في اذا بدا في مرحله ياخذ تقييس هذه المرحله ثم بعد ذلك ممكن ان ينتقل وياخذ تقييس المرحله الاخرى التي ينتقل اليها، بحيث انه الحقيقه يعني يكون في نوع من التركيز في المرحله الدراسية التي يعلم فيها المعلم، مثلا في المرحلة الابتدائية في المعلم في الصفوف الأولى قرار المعلم صف ويحتاج إلى ثقافة واسعة في المواد الدراسية كلها، ويحتاج إلى أن يعني يفهم التركيز يكون على التربية بالإضافة إلى التعليم. تصنيف الرخص وفق المراحل التعليمية. نعم. أيضا لكي يكون هذا يمكن تطبيقه لابد أن تكون هناك في جهة متخصصة مثلا في إدارة المعلمين أو في أي جهة دولة تود أن تطبق هذا أن تسميها أو أن تجعلها لكن احنا ارتئينا انه تكون هيئه لها استقلاليه وصفه اعتباريه اخرى لكي لا تكون تحت ضغط معين وفي او تدخل ضمن دوامه الروتين العام في وزاره التربيه. فهذه الهيئه هي اللي بنقوم بها اصدار تراخيص المعلمين وتشغيلها. توعية المجتمع التربوي والمحلي بأهمية تراخيص المعلمين. تعريف المعلمين بالشروط والمتطلبات والمعايير تشير إلى أن المعلم يقوم بالتدريس بكفاءة. كم باقي من الوقت؟ تمام. نشر ثقافة الحصول على التراخيص وإجراءاتها ومتطلباتها، تطوير إجراءات منح التراخيص، يعني التراخيص ليست ثابتة ممكن أن تكون متطورة وفقا للتطور الذي يحصل. تزويد مؤسسات إعداد المعلمين بتقارير ونتائج مستوى خريجية، يعني أيضا ده حيكون عامل مهم
تطوير مؤسسات إعداد المعلمين، مؤسسات إعداد المعلمين في الجامعات أو في الكليات أو في الكليات أو في المعامل، عندما تعطى في تغذية راجعة بخريجيها وتطورهم وكذا، لا يجعلها تغير مناهجها وتحسن من طرقها ومعالميها. طبعا تكلمنا عن رخصتين، الرخصة المؤقتة والرخصة المهنية. عندما ينهي سنتين من الخدمة في التدريس التخصص المؤقت يتقدم أو يعطى أو يطلب منه أن يتقدم للرخصة المهنية. طبعا التفاصيل موجودة في عن كل متطلبات الرخصة والاختبارات المطلوبة لها والميزات التي يحصل عليها المعلم عندما يتدرج من رخصة إلى أخرى. الهيكل التنظيمي للهيئة أنه تنطبق الهيئة بوزير التربية والتعليم مباشرة أو من خلال مجلس إدارة مستقل رأسه وزير التربية. الهيكل التنظيمي التنفيذي طبعا في مجلس وفي رئيس وفي إدارات متخصصة. نعم. في تفاصيل عن مهام الهيئة والإدارات، لأن هذه يعني وكيفية هذه أشياء تفصيلية طبعا لأن نضيع وقت فيها، لكنها موجودة في الدراسة. أكتفي بهذا القدر من حيث، لكن أنا أعتقد أنه إذا نفذ نموذج التطوير المهني سيكون لمهنة التعليم احترام أكثر وتقدير أكثر، ويشعر المعلم بحقيقة بأهمية أكثر، ويشعر بأنه دائما يتطلع إلى أعلى، لأنه حيكون مرتبة أعلى، حيكون راتب مرتبط بتقدمه وتطوره، والمعلم هو أساس التعليم. إذا اهتمينا فيه وإذا طورناه وإذا هذه أعطناه قطعة، فسيعطي التعليم قطعة. شكرا لكم، السلام عليكم. شكرا لسعادة الدكتور عبد الله النافع على هذا العرض الجيد ما يخص المعلم. والمعلم كما تعلمون هو محور عملية تعليمية، هو الأساس في قضية التعليم، ويهمه الإعداد، وما يهمه أيضا أكثر النظرة المجتمعية ومكانته المجتمعية أمام المهن الأخرى. هذه من أهم النظرات للمعلم، وإذا أردنا أن نرتقي في مكانته الاجتماعية لابد أن يكون إعداده إعداد جيد. ومن ضمن هذا الإعداد الذي تحدث عنه الأخ الدكتور هو إيجاد الرخص، سواء الرخص المؤقتة لاختباره في البداية أو الرخص المهنية الدائمة فيما بعد. لتطبيق هذا المشروع وما يهمنا نحن في المكتب تطبيق ميدانيا في الدول، هو الآليات، كيف تطبق هذه الآليات وهذه النماذج فيما يخص المعلم، يعني كيف تفعل وكيف تطبق، كيف تستفاد منها. وهذه موجودة في الوثائق، الدكتور كان وقته قصير، لكن في الجلسات الخاصة إن شاء الله بعد غد سنستعرض، كل الخبير سيستعرض كل الآليات الموجودة في الوثائق هذه وكيف تطبيقها، آلية تطبيق هذه النواتج وتفعيلها في الميدان التربوي. الآن نتيح المجال للمتسائلين حول هذه النقاط، نقاط محددة بحيث الدخول. تفضل طالب. بسم الله الرحمن الرحيم.
الفريق المكون للتكوين المهني نحن كشباب 8 اشخاص تم التعقيم على المكون للتكوين المهني وحاليات صفحنا بعض الوقت ما هو نسيه قليله ادبيات منها المهام المكون. نحن في اليمن الحقيقه سيتم التعقيم على هذا الموضوع في مهارات اساسيه فيما يتعلق بعمليه اعداد المعلم في اطار عمليه تنهيد التعليم وتنهيد المعلم تحديدا يعني قبل الخدمه واثناءها. قبل الخدمه قد ربما تكون في مؤسسات عمليه اعداد هذه الجامعات لا علاقه لنا نحن في التربيه والتعليم، لكن فيما يتعلق باثناء الخدمه سيتم التعقيم على هذا الموضوع في اطار الجلسه الخاصه في مهارات اللي هي براني الإعداد وبراني التحليل سيتم التعاطي معه سنشغل الدكتور عبد الله شنازون ما هو إمكانية قدرات مكتب التربية العالمية الخليج. السؤال الآن هل نظام الترخيص هي متضمنة في السياسات التعليمية والتربوية في إطار أمور المدرسة التعاون الخليجي؟ في السياسة المدرسة التربوية لما تنعكس على واقع الشكل زي ما السؤال هو لأن السياسات لما خرج على الحقيقة أعتقد أن المعلم ينبغي أن يبذل في تأهيله وفي إعداده بنظرة بعيدة أول اختيار كطالب. الحقيقة طبعا ما موجودين لكن احنا كنا اقترحنا اقتراح وهذا موجود في بعض الدول يعني زي سنغافورة زي أمريكا زي عدد من الدول أن الجامعة يتم فيها الإعداد الأكاديمي هذا من اختصاص الجامعة، ولكن الإعداد التربوي ممكن أن تنشأ له مؤسسة خاصة معهد مستقيم بإعداد المعلمين لما بعد المرحلة بعد ما يأخذ البكالوريوس التخصص اللي هو بحيث تعرج الوزارة عن احتياجها في التخصصات المعينة وتختار من بين الخريجين من الجامعة وتلحقهم بمعهد متخصص ينشأ بشكل ليس ضمن الوزارة، لأن الوزارة لها حقيقة من خبرة معها كثيرة في رياض المعلمين، يكون نوع من المعهد المستقل يتعاون مع وزارة التربية، وزارة التربية هي المستفيد وهي أيضا الراعي لهذا، وايضا الجامعات لكن لن يكون ضمن الجامعات، لو تكون هو رئيس الجامعه مدرس كليه التربيه رئيس قسم عميد كليه. وحقيقه ان الجامعات في تقديري انا ليست المكان المناسب للاعداد التربوي، لان ما كنا نقول للطلاب شيء نظري، نظريات التعلم، نظريات النمو، او قياس التقويم بشكل نظري. عندما يكون هناك عهد متخصص فسوف يركز على الاعداد الذي ثم هذا المعهد يستمر بعد ذلك في عمليه التطوير المهني. التطوير المهني ما في داخل الوزارات حقيقه وجود ادارات للتدريب لكنه ليس تطوير مهني، وليس تطوير ليس له بنيه يعني هيكليه ليس له تدرج. يعني انا طبعا نتعامل مع وزاره التربيه الان في ومعاش هذه المشكله. فما تبقى انا اعتقد انه في سياسات الوزارات موجود تمهيد مهنه المعلم ومن الاساس في حتى في السياسه العليا للتعليم في المملكه مذكور فيها قضيه لكن عمليا لم يفعل بالطريقه المهنيه المنتظمه المتطوره. ولا تهتم بجانب التحضير الا ان الوزاره المدرسيه تهتم بجانب الحضور والقياد فقط. فلذلك نريد ان نسكر هذه البرامج ونستفيد من الخبرات مثل من جميع الدول، لان نتعامل مع الدول سواسيه جميع الدول سواء الان اعتبر الدول متساويه في جميع ما يخص المكتب. فطبعا معالي الوزير هو عضو مع الوزراء الاسبوع الماضي كان اجتماع معه في كل بحرين. المجلس التنفيذي ايضا الدكتور عبد الله الحامدي هو عضو مجلس تنفيذي.
مجلس مكتب التربية مركز العربي للبحوث التربوية دكتور صالح هذا موجود، وفي مركز التدريب أيضا في عضو، فهو نفس الأعضاء يعني طبعا ممثل في كتب التدريب وفي البحث وفي سياسة المكتب كلهم ممثلين. نعم، وإذا أردنا وإذا عملنا أي ندوة تعليمية أو ورش عمل فكثير من الخوات أخرى شاركونا، يمكن نبعث الدعوة للجميع، يأتي من كل دولة واحد أو من كل دولة اثنين سواسية بين جميع الدول، فجميع الندوات. لكن تقول في المكتب في أحد يمثل، المكتب ما في ممثلين، مكتب يعني مكتب استشاري، مكتب فني، ليس به ممثلين لأي دولة من الدول، هذا فقط، هذا مكتب يعني فني فقط. وأسف يا دكتور عبد الله، في أحد عنده سؤال؟ تفضل. شكرا للدكتور نافع، فقد كاد ان يوصل المعلم، واشار الى ثلاث محاور مهمه بالنسبه للمعلم، وهو الترخيص والمرحله، وكنا نود ان يقترح ايضا نسبه التفاوت من الجانب المادي في هذه المراحل، فهل يعطى المعلم راتبه الذي هو مثلا دخل نصف درجه المرحله الابتدائيه، أو اللي درس بالمرحلة الثانوية، فهل يقدر هذا على أساس المرحلة أم المرحلة أم الترخيص كذلك على الترخيص؟ يا أحد أنا أشوف ظاهرة هنا صراحة الأخوات ما يشاركون. ها ما شفنا أخوات يشاركون في الموضوع، في أحد مشاركات؟ لا خلينا في الموضوع هذا الآن وبعدين إذا ما في اي اسئله نترك المجال. انا قاعد اقول لهم الان اي صحيح، لكن الظاهر هم يريدون يسجلون اكثر. تفضل دكتور عبد الله. طبعا قضيه التفاوت في الرواتب هي قضيه اجراميه اداريه ماليه تبع كل دوله، لكن انا في تقديري اذا كانت تفاوت في هذا أن يعطى معالم المرحلة الابتدائية وخصوصا الفصول الأولية أعلى مرتبات، لأنه هذا هو اللي ينمي الأساس، وفي كثير من الدول يعطى معالم المرحلة الأولية نساء لا يحصل عليها المعلم في المرحلة التالية. هي اللي تكتب التعريس وليس وزاره الصحه، يعني ما في التقارب التلاعب من الدكتور عبد الله في هذا الجانب. اعتقد انه القضيه ما في تعارض بيكون في نقابه مثلا بجهه معينه من المهن، نقابه المعلمين، نقابه الاطفال، لكن في بعض الدول هذا غير معروف. لكن الجهه المسؤوله عن المعلم من الناحيه الرسميه ومن حيث يعني تطويره هي الوزاره، من حيث حمايه المهنه ومن حيث قوه المهنه ممكن ان تكون النقابه هي التي يعني تحمي المهنه وتطالب حقوق اعضائها اذا كانت وجدت هناك ظلم او اذا في اطفال حسب في الوقت في الدائرة. خلاص ما في آخر بس هنا في موضوع الهيئة المتخصصة بمنح التراخيص، فطلع زمان انه بيدخل بالبنات ويوزع التربية. أظن أنه من الزيادة